على مهلك. تعالي في الباب بسرعة. شوية تحاكي يا فندم دلوقتي. أهم حاجة حضرتك يعني تشوف لنا دكتور بسرعة عشان الجرح اللي عمال ينزف ده. لا دكتور إيه؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا إبراهيم دكتور يجي هنا ويشوفنا، ما ينفعش. يعني إيه ما ينفعش؟ أمال هنسيبك بالحالة اللي أنت فيها دي؟ أنت مش شايف منظرك عامل إزاي؟ معلش. هاتي حاجة نربط بيها الجرح ودلوقتي نازف يقف. نربط إيه بس يا عم؟ ما إحنا رابطينه من الصبح وعمال ينزف برضه. ما ينفعش يا إبراهيم. مش بعد كل اللي عملته ده جت مسك هنا. ما تتمسك أحسن ما تموت. هنسيبك وأنت بالمنظر اللي أنت فيه ده. طب انا بقول لحضرتك حاجه، في هنا اجزخانه قريبه مننا. ايوه ليه؟ طب لو سمحت هاتي ورقه وقلم بسرعه عشان اكتب لك شويه حاجات تكتبها لنا. كلام البنت بيقول ان سليم وابراهيم خرجوا من المقابر، عشان كده عايزكوا في أسرع وقت تشددوا المراقبة على بيت سليم وبيت إبراهيم، وتعمل لي نشرة بمواصفات الموتوسيكل اللي البنت قالتها. حاضر يا فندم. والعيال اللي حاولوا يغتصبوها يكونوا عندي بكرة الصبح بالكتير قوي. وده يا فندم بصراحة موضوع محيرني شوية. إيه اللي محيرني؟ يعني كلام البنت على سليم والموقف الرجولة اللي وقف معاها، مش عارف. هو موقف رجولي صحيح يتحسب له، لكن لا تزر وزيرة وزر أخرى. سليم متهم بتعذيب شاب أدى إلى موته، يعني مجرم وهربان والعدالة عاوزاها. سليم لازم يتجاب. يتجاب يا فندم. شدك. لف هنا. يا بني آدم بتعمل إيه؟ لف الإبرة لبره كده. ماشي يا عم بالسوابق. أنا عارف إن أنت خبرة. عرفت البنت الحلوة دي ازاي؟ سبحان الله يا اخي، الحرامي رزقه واسع حتى في الحريق. شد. ايه ده؟ كل حاجة هنا، اتأكد بس ان مفيش حاجة ناقصة. طمني عليك يا سليم. كله تمام بس في حاجة ناقصة. وما قلتش ليه من الأول؟ كنت جبتها لك. طب قول بسرعة وأنا هروح. بس دي حاجة ما ينفعش تجيبها من الأجزخانة. حاجة لازم يعني مع البنج الموضوع عشان يقدر يستحمل. حاجة إيه؟ سنة أفيون. نعم. يعني إزازة خمرة، حباية ترامادول. يا عم أنت جنسك إيه بالظبط؟ هتجيب الحاجة دي منين؟ أنت ما بتفهمش. ما هو مش هينفع كده، البنج الموضوع لوحده مش هخليك تستحمل حاجة، مش فتحة صدر إيه ولا فتوانة يا عم السوابق. سوابق إيه؟ ده ظابط في العمليات الخاصة. ظابط في العلاقات الخاصة؟ ازاي يعني؟ ظابط يعني ظابط دبابير؟ يا عم اخلص يلا. حاضر يا باشا. هو انت دكتور؟ يعني ايه هو اللي يعني؟ دكتور ولا مش دكتور؟ يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني. يا عم خلصني. حاضر يا باشا. يلا فريد هات لي فوطة بس مالكيش دعوة. يلا يلا يا ابني انا هستحمل. يلا يبقى هات لنا معاك اباجوره زي بتاع قطف العبليات كده عشان انور العداله. مش انت كمان، انت تعمل لي قلبه مفتوح. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يلا يا عم هفك البتاع ده واغسل ايديا اطهرها واجيلك. خد نفس جامد وقت. الفجر تسترها مع سليم ابني يا رب، وتكفي شر نفسه وشر المتربصين بيه يا رب. انت عارف انا اتقيتك قد ايه في تربيته، ونبي يا رب وحياه حبيبك ما تسويني فيه يا رب. يا رب طلعه من محنته دي، احنا ملناش غيرك يا رب. ايه
تفتكر هيبقى كويس؟ ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله اطمني. بس ده شكله تعبان قوي. هو امر طبيعي سعادتك، يعني اصل هو الجرح نزف والنزيف ده بيعمل هبوط، ده غير ان هو ما دقش حاجه من ساعه ما هربنا. هو انت ازاي مش دكتور وشاطر قوي كده يا فندم؟ يعني الظروف، كنت عايز اخش كليه الطب بس الحمد لله يا فندم انا بشتغل تمرجي في مستشفى بقالي 25 سنه. تمرجي وشاطر كده، والله برافو بجد، متشكره قوي على اللي انت عملته مع سليم، هيفضل جميل في رقبتنا لحد يوم الدين. جميل ايه بس يا فندم؟ هي الاصول فيها جميل؟ سليم بقى يعني خير وسابق، هربنا وحماني وتعور مكاني، ربنا بس يقومه بالسلامه. اللي هو صحي ظابط؟ ايوه ظابط شرطه. ايوه ظابط شرطه. امال ايه اللي خلاهم يعملوا فيه كده ويلبسوا كلبش؟ دي حكايه طويله قوي، بس انت ايه اللي وداك النيابه اصلا؟ والله يا فندم برضه حكايه طويله، واضح ان سعادتك يعني بتعزيه، طمني ان شاء الله هيبقى كويس. انا ما عنديش اغلى منه في الدنيا دي. طيب اعتبر بقى ان البيت بيتك، لو عايز تشرب اي حاجه يعني وكده عن اذنك. نشرب ايه؟ احنا هنموت من الجوع. عمرك ما تتغيري، لسانك عامل زي المبرد ما بيرحمش. محدش فينا بيتغير يا سليم، ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت. والله اللي المفروض يتغير هو اللي عنده مشكله. ليه؟ تكونش فاكر نفسك ملاك بجناحين ما بتغلطش؟ لا بغلط، بس على الاقل بني ادم طبيعي. عرفت ليه احنا سيبنا بعض؟ لا بصراحه ما اعرفش، ويا ريت حضرتك تفهمني. عشان العند والمقاوح اللي على الفاضي للنهار. ولا مش عشان انت عايزني عسكري من العساكر بتوعك، روحي هنا وتعالي هنا. انت ايه يا بنتي؟ ما اتعلمتيش حاجه خالص من اللي حصلت؟ كنت مستناك انت اللي تتعلم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. معلش اسفه صحيتك. ده ولا يهمك. هو سليم هيفضل نايم كده؟ لا ما تخافيش، هو زي الفل الحمد لله. انا اطمنت عليه وقست له الضغط والنبض، والحمد لله النزيف وقف وبقى زي الفل. طب هو ما بيفوقش ليه؟ انا خايفه يكون في حاجه. لا ما تخافيش. يكون جرى لي ايه يا فريده؟ لسه ما قلتش، ما تخافيش. على مهلك، على مهلك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا وحش. لا مؤاخذة يعني، الحمد لله على السلامة يا سليم باشا. الله يسلمك يا إبراهيم. معلش تعبتك معايا. مع إني كنت بتشاهد وأنا بسلمك دراعي. قلت خلاص شكرا على كده خلصت.